طيب جملة الكلمة عن ورق وقلم. حكي مجهزين. يلا زملاء نبدأ، معناته لأنه ما أظن حدا ينضم أكثر من هيك. وعدنا كل يوم نحكي على تدوير الاختلاج ونحكي قصة سرية. زملاء، ما يميز الطبيب الناجح هو أنه بيحسن يتدرب مع الحالات الإسعافية بشكل منطقي وسريع. يعني نحن بحالات معينة في حياتنا المهنية نتعرض لمواقف قد يكون فيها إنقاذ حياة المريض متوقف على قرار واحد. تمام زملاء؟ يعني مثلا إمتى أنبه المريض أنا؟ هل في داعي تنبيه ولا لا؟ إمتى أعمل له خزع رغامة؟ يعني سابقا حكينا في مجلس الكلية إنه في مهارات لازم يعرفوها طلاب الطب كله لما يتخرجوا، ومنها التنبيب ومنها خزع الرغامة. أنت بجوز إيه؟ تشوف طفل او شخص كبير عنده حرق، محروق عنده جهاز تنفس، ما بيحس يتنفس، اضطر تعمل له خزع رغامه، حوادث سير تعمل حادث خزع رغامه، شغلات بسيطه جدا ومنقذه للحياه. الله بيعدد الاسعاف بالسيارات كلها بيحطوا شيء اسمه حقيبه اسعافيه، ضمن الحقيبه الاسعافيه بتشوفوا مثل البراغي، هدول شان خزع الرغامه بيستعملوهم. يعني سائق السيارة بقية الدول بعلموا يعمل خزع رغامة إذا صار معه حادث سير، فما بالكم بطلاب الطب أو أطباء المستقبل؟ يعني كله لازم يكون يعرفوا هالشغلات البسيطة ويتعلموها. أنا حطيناها بالكارتيريا لازم تعلموها طلاب الطب، لكن للأسف كأنه ما في أبليكيشن، ما في تطبيق بالاستاجات، ما حدا بعلمكم إياها. الله ما بعرف أنتوا، نحن علمناكم زمان التنبيب السنة السادسة يمكن تعلموا، السنة الخامسة علمناكم شيء التنبيب؟ لا دكتور ما حدا علمنا. ان شاء الله الاسبوع هذا والاسبوع اللي بعده بنحاول نعلمكم التنبيب، بنجيب عدة تنبيب عنا وبنعلمكم ان شاء الله التنبيب. في عنا دمية بنتعلم عليها التنبيب، في عنا جلسة عملي تعليم التنبيب بنتعلم شلون ننبب، في عنا دمية الكبار حتى بنتعلم عليها التنبيب. ان شاء الله الاسبوع القادم او اللي بعده بنتعلم جلسة عملي ناخذ فيها بالكلية، بنجيب الدمية ونعلمكم التنبيب. طيب نرجع لموضوعنا الهام الاختلاج. يا جماعة جانا طفل على الإسعاف أو عيادتنا عم يختلج، تمام؟ مين بيحسن يقول لي إيش نعمل له أول خطوة؟ جانا طفل عم يختلج، حكيم بنحطه بوضعية الإفاقة. وضعية الإفاقة يعني شو هالوضعية؟ بس تشرحي لنا إياها. انه يتسطح على جنب ويتسطح على جنب وايده تحت خده، او ممكن مهم نثبت له راسه انه يكون على جنب. تمام، مشان ايش نعمل هالوضعيه؟ عشان ما يصير استنشاق. برافو عليك. تمام، غير شغلي. طيب بس بنحطه هيك ونتركه عم يختلج؟ عم يختلج الطفل، عم يختلج عمره سنتين وعم يختلج، مقوي رمعي كل جسمه. في ادويه اسعافيه قبل الادويه شو بنعمل؟
نحط له أكسجين. أكسجين غيره مين مشارك له؟ ساحب مفرزات حكي. ABC. برافو عليك ABC. برافو عليك. مين قال ABC؟ طبعا أول كلام الزملاء صحيح بس هذا بندرج تحت ABC. أول شيء بنعمل ABC. ودائما قلنا بالإنعاش الأطفال ABC أهم من CPR. تمام؟ نحن عندنا الإيرواي أهم من السيركوليشن. تمام يا زملاء؟ الاي شو والاي؟ طريق الهوائي. طريق الهوائي، يعني شو بنعمل؟ إذا في مفرزات في شيء بنسحبها من حر الطريق الهوائي. البي تنفس دكتور. البريسنج التنفس، إذا في عندي مشكلة ما بتنفس كذا يمكن أنا ببوء أو يمكن أستخدم الأنبو ثم التنبيب حسب الانعاش المتبع الخوارزمية. والسي الدوران. السيركوليشن هو الدوران، زوايف القلب يمكن أمسد له، يمكن أعطيه أدوية. طبعا عملنا له ABC ودائما ننتبه بالاختلاج. علاش بننتبه يا زملاء؟ عند الكبار هسه اكثر الاطفال علاش بننتبه لما بنعمل ABC؟ اهم شيء مين بيعرف؟ على لسان فكي. هي نهاية اللسان بنحط الاير واي. هي الاير واي بشوفوه حتى بحقيبة الاسعاف اير واي عشان ما يعضل التيلو. تمام. طيب اذا اول شيء بنعمل له ABC الوضعية اللي حكيت عليها زميلتكم اللي منع الاستنشاق. وبعدين نبدأ ايش بنعمل له؟ ناخذ قصة سريرية ولا بنعمل شو؟ ولا عم يختلج حتى شخص كبير يعني مو طالور الطفل عم يختلج شو بنعمل؟ ما في داعي ناخذ قصة، اول شيء ندبر الاختلاج بعدين ناخذ قصة. يعني بنترك الولد عم يختلج بنروح بنسأل امه من ايمتى اصلا عم يختلج ولا بنروح بندبره؟ طيب شو التدبير اللي صار له؟ ديازبام مريضي الخط الأول. طيب قدي جرعة الديازبام؟ مين بيعرف؟ هذا مطلوب منكم جرعتون أنه بيجينا بحالات الحياة العملية. قدي جرعتون؟ واحد مليجرام على الكيلوغرام حكيم؟ ما هيك هيك مليجرام على الكيلوغرام. مين قال واحد مليجرام؟ 0.1 0.15 ملغرام أو يمكن نحن نبسطها شحطينا على كل 5 كيلو الشحطة هي 0.1 ملي. تمام؟ شحطينا على 5 كيلو قديش؟ أو بالجرعة 0.15 ملغرام على الكيلوغرام. فظروها بالجرعة بلا الشحطة إذا صعب عليكم. 0.15 ملي جرام على الكيلوغرام. طيب هذا هي يا جماعة هي حالة مهددة للحياة. الأب يجي معبوط بحاله طالع بقميص النوم، الأم تطلع أيام بدون ما تتحجب، شايلة ابنها ونازلة بالشارع. موضوع كتير بالنسبة للأهل مقلق، الطفل عم يختلج. تمام؟ شوف الأهل وصلانين عندك مصفرين يعني، أو كانت طبيب وشاطر وكذا لازم ما تأخذ موضوع باستهتار وتقول لها المبرد عملي كذا وكذا وتكمل واتس. لازم تأخذ الموضوع على محمل جدية. هذا الأهل ومقلقية جدا وممكن يصير معك مشاكل مع الأهل إذا ما أخذ الموضوع على محمل الجدية. الاختلاج حالة مهددة للحياة، حالة بتخلي الأهل يخرجوا عن طورهم عن سيطرتهم عن أعرافهم عن تقاليدهم بسبب الخطورة. قد يكون ليس خطير بالنسبة لنا كأطباء، نحن مندبره بسهولة، لكن بالنسبة للأهل هو شغل كتير خطيرة. تمام. طيب نجي على الأدوية. إذا قلنا أول شيء ABC جاءنا طفل على الإسعاف مباشرة، حطيته بوضعية الاضطجاع الجانبي، سحبت له مفرزات، أعطيته أكسجين، ABC عملتون القلب طلعت عليه، حطيته على المونيتور. بعد ما أعطي الأدوية بفتح له وريد الديازبام يا زملاء. وين بنعطاه حصرا؟ اللي كانوا حضرانين معنا يوم السبت وين قلنا بنعطاه؟ وحضرت النظر ان الديازبام وين بنعطاه؟ ممكن شرجه ممكن وريدي. وريدي وين بنعطاه؟ حصرا بالمشفى وبوجود عنايه مشدده. ليش؟ لانه الديازبام قد يصبط التنفس. انا بعطي ديازبام بيوقف الاختلاج يمكن تصبط عضلات التنفس
العود ننبب ونحطها على المنفسي. حالات نادرة لكن واردة، ما بنعطى الديازبام إلا وين؟ وين قلنا؟ المشفى وخاصة الوريدي وبوجود منفسه. واضح؟ طبعا بنفتح خط وريدي بنعطى ببطء شديد، يمكن خلال 3-4 دقائق نسربه منمدده بصيره ملحي، بندفشه ببطء شديد. بنش نعطى الديازبام تسريب وريدي ببطء شديد. إذا الطفل طلع بيختلج إمتى ممكن نكرره؟ مين بيعرف؟ منكرره ولا ما منكرره؟ خمس دقائق. لا تقريبا ربع ساعة، كل ربع ساعة بتكرر مرة ومرتين وثلاثة. ضل الولد عم يختلج خلال نص ساعة وما رجع لوعويه، شو هاد نعتبره؟ نعتبره حوالي صرعية. بنعوده ونرخيه، بنحطه على المنفسة، بنسرب له بيدوزلام، بنسرب له تسريب وريد ديازبام، بكده نعطيه فنتوئين فيلوباربيتال. هي صار موضوع أكبر من حجم طبيب عام، صار بده أخصائي. تمام، نحن بيهمنا النقط الأساسية. طيب إذا ما فتح معي وريد ولا دا بيختلج ما فتح الوريد، شو بعمل؟ شارجي. جرعة شارجية قديش نعطيها؟ ضعف الجرعة الوريدية. واضح؟ يعني 0.25-30 ميلي جرام على الكيلو بصير. طبعا منشيل راس الأبرة، منحاول نعطي بسرنج أنسولين رفيع، مندخله بتلت تحميلة ومندفشها، وبعدين منسكر فلقتي الإلية للطفل عشان نضمن امتصاصه. ما نطلع السرنج بسرعة يطلع الديازبام معنا، منسكر فلقتي الإلية للطفل، نضغط عليه الدقيقة ونمتصه الجسم. طيب غير الخط الوريدي أو الشرجي شو ممكن نعطيه إذا ما فتح معنا وريد؟ الولد ما وقف اختلاج على الشرجي. الطريق العظمي. الطريق العظمي. مين انت؟ عتيه؟ هذا صوت عتيه؟ محمد عتيه؟ لا غيث غيث سرجاوي. غيث دكتورنا غيث. بنعطيه الناس شو؟ بالطريق العظمي. بالطريق العظمي. الحضر معنا بزمان وتدريب عاش الوليد بالآيدا علمناهم شو يفتحوا خط وريدي أظن خط عظمي. كمان هذا بالتقنيات لازم يعرفوها طلاب الطب، ما بعرف إذا علموكم إياها بقية الاختصاصات شو يفتحوا خط عظمي. قلنا عنه لمحة بسرعة دكتور بعد إذنك. نحن بنروح على الزنبوب نشوفها، نحن بكرة بالدمية لما نعلمكم التبيه بنفرجيكم إياها، كمان بنجيب دمية ونعلمكم إياها. في فيديو لفتح الخط الوريدي عنا اياك. هلا يمكن اشارككم اياه على الغرفه الفيديو شلون تفتحوا الخط الوريدي العظمي. هلا ببعثكم فيديوهين. تمام، لينكين يا فيديوهات كثير جميله. فتح الخط الوريدي ذكروني اذا ما بعث لكم اياه، بعث لكم اياه على الغرفه. تمام، الخط العظمي فيديوهات. انا بدي اشوف هاي بالصوره، ما بدي اشرح رسم ويكون في قدامنا سبوره فيس تو فيس. عم بعمل كل طيب. إذا قلنا الخط العظمي كمان فتحناه، جرعة الخط العظمي مثل الخط الوريدي. واضح؟ طيب غيره، غير شغلات ايش بنعمله بالإسعاف غير عملنا ABC وعطينا ديازبام، شو يمكن نعمل كمان إجراءات تانية؟ بعد بناخد قصة سريرية قبل القصة السريرية. الطفل عنا يا مثلا أشياء سبب للاختلاج شو هو عند الأطفال؟ حرارة. أثناء له حرارته طلعت 40، شو بنعمل؟ بننزل الحرارة. بننزل حرارته بالكمادات تحت الإبطين والمغبن، ويمكن نعطيه استامول وريدي. كمان جرعة استامول مطلوبة منكون 10-15 ميلي جرام على الكيلو في الجرعة الواحدة. 10-15 ميلي جرام على الكيلو. إذا وزنه 10 كيلوات بيطلع له من 100 ميلي جرام يلي 150، بنسربه تسريب خلال نص ساعة. تمام؟ واضح يا زملاء؟ لا تنسوا تنزيل الحرارة، قد يكون سبب اختلاج حرارة. إذا ما نزلنا الحرارة الولد بيضل بيختلج. نعطيه كمادات تحت الإبطين والمغبابين. وين إيش بنعمل كمان؟ شو إنا بنعمل كمان؟ نعطيه استامول وريدي.
الدكلور عطلي يمكن اعطي ولا ما يمكن اعطي الدكلور عطلي؟ الدكلور اول شيء بنعطى وريدي. وفر هون ما بنعطي وريدي. عدلي عدلي لا يعطى وريدي. بكره اذا سالناكم فحص التخرج عددوا لي ثلاث ادويه ما بتنعطى وريدي. هذا بيعرف ثلاث ادويه، هذا سؤال لكم تفكروا فيها الاسبوع القادم. ثلاث ادويه ما بتنعطى الوريدي، هي واحد منهم الدكلور. هي ادويه ما بتنعطى وريدي. والسبازما كمان حكي ما بينعطى. بينعطى السبازما. بينعطى وريدي. ما بينعطى. الله المهم هذا سؤال الكل الأسبوع القادم. المهم طلع بيسأل طيب دليل فيه برو بطلع بمراجعه جيب لنا ثلاث أدوية ما بتنعطى وريدي. طيب. هلا جينا بعد ما الولد وقفنا الاختلاج وبالديازبام كررناه مرة مرتين، عادة بيوقف الاختلاج، انتبهوا الديازبام انعطى ببطء شديد، لا تنسوا سحب المفرزات. نجي على القصة السريرية. تمام. أول سؤال مسأله شو هو كان يميز بين نوعين من الاختلاجات، شو هنن؟ شو بنسأل أول سؤال؟ أول مرة. أول مرة. تمام. قلت لك الأم أول مرة غير سؤال. سؤال جميل بس في سؤال أهم. كان مريض من قبل انه كان في عنده اعراض غريب او هيك شيء؟ في برهان ثاني ولا لا؟ هلا عملنا ايش اول شغله بنسال فيه؟ في حراره ولا ما في حراره؟ هذا اهم سؤال بموضوع الاختلاج. وياه بنحن نعمله. تمام ليش؟ نميز في عندي امراض عصبيه يعني. اختلاجات تترافق مع حراره. اختلاجات لا تترافق مع حراره، واضحه الفكره؟ يعني أحسن أوصل لتشخيص بسرعة أنا بالإسعاف. طيب عندي اختلاج مع حرارة، شو بنتحرى بنعود هون؟ شوف النعمل الثاني والبزل قبل البزل، قصة سريرية وفحص سريري، شو بتعمل قبل ما تبزل صيغة التالية؟ طبعا أنك تعمل بس قبل شيء شو بتعمل؟ نتحرى وجود قرعة ثانية، كيف نتحرى التهاب السحايا؟ نتحرى التهاب السحايا، برافو عليك. شو بنتحرى؟ مثلا فحص صلابة النقرة، علامة بروزنسكي العلوية، كرينينج. برافو عليك. إذا بنتحرى صلابة النقرة وعلامة بروزنسكي وكرينج، نتحرى هالعلامات، بكره أسأل فحص تخرج، بكره أي ولد عنده حرارة بكره فحص تخرج بقول لك اعمل لي كرينج وبروزنسكي وصلابة النقرة. أنا ما بقول لك يوم، بقول لك تحرري علامات التهاب السحايا إذا فوق السنتين أو فوق السنة. تحت السنة شو بنتحرى لنا فيها التهاب السحايا؟ انتباج اليافوخ انتباج اليافوخ والهياج الشديد، هذول مشعرات لالتهاب السحايا. طيب ما طلع عندي علامات التهاب سحايا، حراره مع اختلاج، والولد عمره سنه ونص. شو بنعمل؟ قبل سريري سريري شو بنعمل؟ الله على احد الزملاء انتان بولي ممكن حليق حكيم. نفحص البلعوم حكيم، نسال اذا في انتان صدري او شيء. نفحص نشوف انتان صدري انتان تنفسي، واهم سبب للحراره عند الاطفال الرضع شو قلنا يا زملاء؟ التهاب اذن وسطى دكتور. التهاب بالاذن الوسطى مطلوب منكم ولازم تعرفوا بالاذنيه، بظن الدكاتره علموكم شلون. انا كنت جايب لكم بزمانه جايبها وتركتها في تركيا، عندي منظار بنوصل على الكمبيوتر وبيعطي على الشاشه، يعني بنوصل له برنامج عشان نعلمكم فحص الأذن الوسطى. الدكتور محمد عجاج قال لي أنا علمته، ما بعد علمكم فحص الالتهاب الأذن الوسطى والعشاش وكذا، تشوفوا علامات التهاب الأذن الوسطى صريحة، انتباج الإشاء وتغيمه والعظيمات شلون منتبجي، وشفتوه فرجوكم إياه هون. إيه حكي إذن يا جماعة نحن وقفنا الاختلاج وأنا نعرف السبب، عندي اختلاج مع حرارة. إذا عندي بؤرة واضحة وما في عندي علامات سحائية شو؟ غالبا هذا الاختلاج حروري، بس قلنا إذا أول مرة وتحت السنة ونص بنبذله. وفي مراجع بتقول سنتين. واضح الصوت زملاء؟ ما أنتوا؟ واضح واضح. قلنا اختلاج مع حرارة وفي الرضيع تحت السنة ونص. عندي علامات سحائية ما عندي علامات سحائية أول مرة ببزله،
بس بعرف هذا الولد بيختلج حروري وعنده نص عالي اختلاج حروري كل مرة بيختلج سخونة خلاص هذا صرت أعرفه. بس أول مرة وتحت 2.5 بوجود أو بدون وجود على مساحة هي ببزله. تمام؟ طيب إذا عندي علامات سحائية شو بعمل؟ شو بعمل؟ طبق أول شيء أرد علاج تخدري إيه؟ طبعاً أردي شو بعمل له؟ هلا بحكي على تغطيب الصادات أردي شو بعمل له؟ ببزله. بس عندي مضادات بابل البزل شو هن الثلاثة؟ مين ذكرنا فيهم إذا بذكر مضادات بابل البزل ثلاثة أو أربعة حكينا هون سابقاً؟ ارتفاع توتر. تفضلي آسيا. آسيا تفضلي آسيا وكنت بتحكي انتي تفضلي. طيب غير آسيا مين مين يلا تفضلي ايه تفضلي آسيا ارتفاع توتر داخل القحط وقف شغل الحيز الثاني قف شغل الحيز كان مكان البزل انت مكان البازل عايشة كمان آسيا شو الدكتور قفة شاغل الحيز كتلة وهيك يعني هي كل ارتفاع دوتر داخل القحف هو هذا بسوي لنا قفة ولا كذا وقلنا شو عدم استقراره ديناميكيا عنده مشكلة قل بس والله الولد محطوط على المنفسة عنده مشكلة تنفسية رأي تنبب هدول شو قلنا اضطراب ديناميكي بالتنفس أو القلب ارتفاع توتر داخل القحف انت موضوع انت محل انتان وان نقص فيحان هدول اربع مضادات اصطاب للبزل ورفض الاهل حكيم رفض الاهل طبعا انا منعوجه على اساس صحيحة تحت 20,000 مين دي عادلنا يوان حدا من الشباب برفع الايدي كم مين حدا من الشباب معنا يا عدن نيون تفضل عيد السؤال حكيم ايه جمعة تفضل كتلة شاغل الحيز تمام عدم الاستقرار عدم الاستقرار ديناميكيا وانتان مكان البزل ونقص صفيحات تحت 20,000 تمام سؤال جميل هلا لك شلون بتعرف ارتفاع توتر داخل القحف شلون بتنفيه شو تعرف هذا الولد عنده ارتفاع توتر داخل القحف انا تنظير قعرين حكيم شوف وزن بالحيم فراس البشري ايه تمام السؤال له له خليكم معي السؤال له تمام هاي النقطه الاولى او الشغله الثانيه بي انتباج اللي هو فيه اجراء الطبق المحوري دق حكيم في شيء اسمه بزل بزل حتى نعرف الضغط داخل ال لا نحن عم نحكي أطفال ما عم نحكي داخلي هذا ما نعرف هالشغلات تمام نحن عم نحكي أطفال حاليا تمام إذا طب دكتور يمكن نعم نشوف عم يطبق هذا الشيء لا تنظير قعر العين ولا إجراء الطبق المحوري مين إذا تحت السن إذا اللي يفوق مفتوح ما في داعي إذا اللي يفوق مسكر لا أنا ما ببزول يمكن حكينا لكم القصة بزبان وحكينا لكم كذا مرة جاني طفل عنده أعراض عصبية واختلاج وكذا عمره 3 سنين طفلة أنا رفضت أبزل عمل لها طبقية عملت لها طبقية طلع عندها أورام حفرة خلفية وبعتناها تركيا واستأصلوا لها الورم نفس اليوم تمام ما في يا جماعة تمام حكيم يا جماعة وقلنا لكم القاعدة الفقهية في الدين اجتماع الأمة على الباطل لا يحلله وحكينا لكم يا يوم السابت وكذلك في الطب يعني قلنا الزنا حرام إذا أجت مجلس أم أو البرلمان الأوروبي أجازوا هل هذا يجوز شرعا؟ لا تمام؟ الزكاة فرض اجتمعوا ما بعرف أنا دولة وقال خيو نحن ما رأي نزكي هل يسقط ذلك فريضة الزكاة فريضة الصلاة؟ نلغي الصلاة لا يسقطه كذلك نحن عندنا في الطب الشيء اللي بيعملوه الزملاء أو أنا شخصيا إذا عملته بغير متوافق مع كتب العلم هذا شيء مردود عليه كما في الشرع كل إنسان من قيس عمله على الكتاب والسنة موافق له فهو إنسان مستقيم كذلك في الطب كل دكتور من قيس عمله على المراجع تبتنا
عم يشتغل عليها فهو إنسان عم يشتغل صح، ما عم يشتغل عليها هي مسؤوليته، هذا ما بيحلل له الشغل اللي اشتغله. يعني أنا بشوفوني ما بشتغل هالشغل مو معناته أنا إنسان ممتاز، أنا ما بشتغل شغل نظامي تمام أو غيري. واضح يا زملاء؟ عشان ما نرجع نعيد هالقصص دائما في كل المراجع، واضح؟ وناكل خذوا القاعدة الفقهية اللي عنا اللي بيقولوها العلماء، كذلك المسقط على الطب، خذوا أقوالنا ودعوا أفعالنا عشان ما توجعوا راسكم، واضح؟ نعم حكيم. بتشوفوا واضح. من لما كنا طلاب نحن دكاترته كانوا يقولوا لنا الله يذكرهم بالخير، الله يرحم من مات منهم ويجزي عنا خير الجزاء ما كان عايش منهم، انه اساتذته الله يذكرهم بالخير كانوا يقولوا لنا لا تعطوا انتبيوتي بالقريب مثل ما بنعلمكم كذا، بنروح على العيادات الخاصه منهم اول دواء بكتبوا لنا اياه كان طالع سفتريكسولي جديد، يكتبوا سفتريكسولي قرايبيننا وكذا علاج تمام. ايش بدنا بافعالهم؟ بدنا باقوالهم، اقوالهم هي المراجع، افعالهم قد يكون مريض يبيض وجه كذا هذا شيء ثاني ما لنا علاقه فيه تمام. بجوز حدا يداوم معي بكره، نحن للاسف الشديد هلا انتم محرومين بالدوام معي السنه الماضيه والقبله والفصل الاول كان كذا من الطلاب يجوا يداوم معي يشوفوا شلون عم بكتب وصفات، انا نوعا ما يعني لله الحمد بنفذ نفس اللي بحكيه، يعني انه قريب ما بكتب دولتي. اليوم انا جاني 60 70 مريض بشغلي في تركيا، يمكن كتب انتبيوتيك 50 اصل 60 مريض، 55 مريض جاء كتبت يمكن 5-6 منهم انتبيوتيك والباقي كله ما كتبت له انتبيوتيك. مقرب مرشح ما فيه، ونتقتل مع الاهل والام والدكتور ابني مقرب صلى الجمعه وبده ابر وبقى ابر ما نكتب له تمام. بعض الزملاء قد يضعفوا قدامنا الاهل قدام كذا يكتبوا، بس نحن عم نشتغل مثل ما يعني مثل ما علمناكم ان شاء الله وما بنقصر بهالموضوع. اذا شفتوا حتى بالاطباء عارض قوله وفعله، فقوله هو الاساس، قول العلم يعني، وقول المو مبني على مراجع تمام. خذوا اقوالنا ودعوا افعالنا. ما تقولوا لي دكتور الزملاء مين كان يقول لي انه احد الزملاء ما بنفذ ولا بنفذ ولا الزملاء، نحن بدنا العلم ناخذه مثل ما متعلبه تمام يا زملاء. اذا بنحل مرض طب العلم مثل ما اخذنا بعد 20 سنه بصيرنا مرجع خاص، كل مين بصير له مرجع، اسيا بساوي مرجع له، محمد بساوي مرجع له، جماعه بساوي مرجع له، كل مين بيشتغل بطريقته تمام. نحن بناخذ على امهات الكتب. ما يميز الطب انه دائما يتطور، ما في شيء ثابت انه غير الكتاب والسنه، هذول ما بتغيروا. بقيه الكتب العلميه والرياضيات والفيزياء كلها تتغير وكلها بتتطور، واضح؟ كنا اندرويد 5 صرنا اندرويد 12 في الموبايلات، مضبوط؟ طيب وين كنا بعدين؟ قلنا بذلنا يا جماعه احفظوا هاي القاعده، يعني من لون السائل انا بعرف فيه سحايا ولا ما فيه. إذا السائل لونه عكر يكون فيه أكثر من 300 كرية بيضاء تمام؟ واضح يا جماعة؟ السائل قديش يكون فيه؟ أكثر من 300 كرية. إذا لونه أبيض ما بينفي إنه ما في سحايا، ليش؟ لأنه قد يكون العدد أقل من 300 كرية بيضاء، بس صار فيه أكثر من 300 كرية بيضاء بصير لونه عكر. بالبزل شو بنتحرى؟ شو بنقول للمخبر؟ يعملنا ثلاث شغلات، شو هنن؟ شو هنن؟ مين بيعرفون؟ بيبزل سي اس اف البروتين والسكر والكريات البيضاء. الكريات البيضاء اتفقنا، واحدة واحدة. الكريات البيض شغلة تانية قلنا، البروتين شغلة التالتة السكر. الله، التهاب السحايا الجرثومي ما بضيع. الكريات البيض بيكون مرتفع حساب ايش؟ العديلات اندترو تمام، العديلات. والبروتين شو بكون فيه بالتهاب السحايا الجرثومي؟ مرتفع حكي. مرتفع بيكون مرتفع. والسكر نازل منخفض نازل، بس دائما السكر بيكون تلت الطبيعي وتحت. يعني نحن لازم قبل ما نبذل نعمل سكر دم. اذا السكر دم مثلا 75 السكر اما تعتبره نزل تحت 30 حكيم، يكون تحت 50% اقل من نصف سكر الدم، اقل من ثلثه. يعني اذا 75 اذا يكون تحت 25 اعتبره
منخفض. واضح؟ طيب إذا البازل طلع عندي البروتين مرتفع 200، السكر 10 طلع، والكريات البيض طلعوا 700 حساب النترو 90%. هذا التهاب سحايا جرثومي. شو التغطية التالية تبعته؟ سيفترياكسون وفانكو. سيفترياكسون وفانكو، برافو عليك. وشو بنعطي؟ تمام. بريدلون. لا دكسا مو بريدلون، هون دكسا. بنسلين أمبيسلين تحت السنتين وفوق الخمسين. هذاك الأمبيسلين وجنتا، هذاك هذا حديثين ولادي حكينا سابقا، خلنا أمبيسلين وكلها فوق عفوا. طيب. قلنا دائما بالتهاب الصحايا الاختلاج أول يومين شو هو؟ عرض. الاختلاج عرض. بصير شو صير اختلاط. نبحث عن سبب وانا الاختلاج. طيب نرجع موضوع الاختلاج. دعمنا على موضوع تدمير صحية أستريا من حكي الابتين. طيب عندي طفل اختلاج بدون حرارة. شو من يتوجه؟ أو شو يمكن نسأل؟ إيه بيعرف؟ إنه ممكن عاصفة استقلابية. بس برفع يد. تفضل مين حكى آخر واحد من الشباب؟ دور الشباب. في عنده ضمور دماغي حكيم نسأل. إذا في ضمور دماغي شلل دماغي قصة أسفكسيا ما بتضيعي، قصة أسفكسيا كذا هذا يكون اختلاج ما بتضيع، يكون ولد باختلاج دائما هذا درجة تانية من أسفكسيا. تمام غيره. الخباثة دكتور. خباثة. نسأل إذا حدا من عائلته بيختلج من إخواته مثلاً. تمام قالوا لي إخوات أو بيختلجوا كمان. نطلب تحليل شرائح. في مرض وراثي في العائلة دكتور. في مرض وراثي في العائلة. هلا بنطلع ملامح الولد، هل هي خشنة؟ تمام له ريحة مميزة. عنده تشوهات مرافقة، هذا كله بإيش وجهني؟ أفة استقلابية. أفة استقلابية. متلازمات. متلازمات أفة استقلابية. طيب عندي قصة عصرة ولادة أثناء الولادة. اعتلال دماغي. اعتلال دماغي. اضطراب استقلاب سكريات. عفوا عدلي. اضطراب استقلاب سكريات. سكريات. طيب الله هذا لسه بكير عليه لنحكي عليه. عندنا وجه اللعبة كذا هذا هو وليد أم سكرية. بس قلنا شغلة تانية هامة جدا، إذا الطفل عم يختلج وعنده سكري في ال عنده الولد سكري بياخذ أنسولين يمكن أقتله. شو بتفكروا؟ رقم مالتيتون هبوط السكر حكي. لا تنسوا هبوط السكر. لذلك من التحليل الروتيني اللي بنعمله بحالة اختلاج سكر الدم شو بنعمل؟ سكر الدم. واضح؟ واضح يا زملاء. اذا سكر الدم لا تنسوا من التحاليل الروتينية. طيب نسيتوا سبب أساسي للاختلاج كمان شو هو؟ سبب عصبي. الصرع. الصرع. قضية الصرع، خاصة إذا الولد بياخذ أمه. دائما بتجي الأم بتقول لكم والله الولد عنده بياخذ أدوية. وأهم سبب للاختلاج بالصرع شو هو بيكون؟ مين بيعرف لنا؟ وليد صرع وعم بياخذ دواء، ليش اختلج؟ إهمال الأهل الحكيم. أما الأم نسيت تعطي الجرعة اليوم، كاتب الاستقبال كاتب العرس نسيت تعطي الجرعة. طيب سبب ثاني دكتور الجرعة غير مناسبة للعمر. الولد بدي يكبر ولسه هي من 6 أشهر باخذته على الدكتور، زاد وزنه وما زادت الجرعة كمان.
ممكن يكون اضطراب شوارع حكي عدم توافق الدواء لنوع الصرع. يعني في أدوية مخصصة لأنواع أنماط الصرع، في عنا أتونيك وفي عنا كلونيك. تابع بتل حكي له بالمحاضرة. طيب تمام تمام جدا. طيب تمام طيب طيب الاستقصاءات نطلبها يا الاستقصاءات اللي بنعملها لمريض الصرع لمريض الاختلاج عفوا كيم ام ار او الحكيم تحاليل سي بي سي شوارد سكر تقدم حكي طبعي بعدين نجي لصور شعاعية سي تي بزل طبعا كمان حكيم الاستقصاءات هن ثلاثة سحب الدم والتصوير مقطع ام ار اي والتخطيط الدماغ والبزل شغلي شغلي يا زملاء اول شغله بنعمل تحاليل عامه تمام سكر نعمل ولا لا هي اهم شيء هي نعمل نسيت سبب هاب جدا عند الاطفال للاختلاج هو نقص الكالسيوم وارد ولا مو وارد حكينا في نقولك تحليل شوارد كمان نكتب اي وارد حكيم واضطرابات شوارد نقص الصوديوم بسبب اختلاج وارتفاع الصوديوم اذا الولد عم سهر بريجع يمكن يكون عنده اضطراب شوارد طيب الضوء الكرياتين بسبب اختلاج ولا لا البول الكرياتينين ارتفاعهم بسبب قصور كليه بسبب ولا لا شو ليه بسبب حكيم بقصور الكليه ممكن يصير في عندنا اضطراب شوارد فممكن نطلب يعني طيب تمام غير تحاليل سي بي سي ليش بنطلب سي بي سي سي ار بي عشان نتاكد من البؤره الدهنيه الحراره برافو تمام غيره شو بنعمل حد عنده شي اقتراح تحاليل الامونيا لا حكيم بس هذول ممكن نعمل ايكو قلب الدور ايكو قلب ولا إذا عندي مشكلة قلبية إذا عندنا طوطوة كيوتي يدوليك إذا أنا مو اختلاج إذا كان غشي غير الموضوع ذاك ممكن حكيم نطلب وظائف الكبد كمان إذا مريض كبدي ممكن اعتلال دماغ كبدي في سياق ارتفاع الأمونيا إيه طبعا بس هذا ما بيخبي حاله يعني يكون المريض بالمرحلة الرابعة طيب شغلة تانية شو بنعمل بالقصة سرية عايش بنسأل الاختلاجات حكيناها أمس لا ننساها أبدا غير تحاليل بقصة سريرية بيش بنبحث على سبب اختلاجات ما حكيت حتى الآن أبدا ممكن نسأل عن رد حكي قصة رد رد رأس غير رد ممكن يكون سبب دوائي دوائي يعني غير دوائي إيش حكينا تحت إيش الدوائي بالدرج تحت إيش أن واحد أكل تفاحة من شجرة مبخوخة شو بيكون دول تسمم التسممات وخاصة المبيدات الحشرية الفوسفورية لا تنسوا موضوع التسممات بالاختلاج تمام واحد ينتحر واحدة تنتحر أو شرب دواء زيادة من دواء أمه أو من دواء أبوه تسممات دوائية لا تنسوها والتسممات بشكل عام ولا تنسوا دائما المبيد الحشري الفوسفوري هذا من التسممات الشائعة اللي بتسوي لنا اختلاجات طيب غيره شو بنعمل استقصاءات كمان تخطيط دماغ اختلاج إذا أول مرة أنا بنعمل تخطيط دماغ الاختلاج عادة الصرعي أول مرة ما بنعمل شيء إذا تكرر بنعمل كمان شو بنعمل استقصاء
حكيم نعمل بازل قطني، بنعمل سي تي تحرى اذا في شيء ضمن القحف. بازل قطني قلنا اذا في احد علامات صحرائيه او اختلاج مع حراره اول مره تحت 2.5 عشان تعرف استطباباته، ما بصير هيك بازل قطني الكل. اذا ما في حراره بعمل بازل قطني. ما بنعمل طيب. ممكن نعمل حكيم. لا اذا ما في إذا ما في حرارة واختلاج كذا ما في داعي نعمل بزل. إذا ما في حرارة إذا نسينا باقي الأمراض مثلا ما بنعمل البزل كآخر خيار. يعني غالبا بيطلع معك التشخيص من دون ما تعمل بزل، يعني أو ما أو يعني صراع شخصي بالبزل أو في استقلابية الشخص بالبزل. طيب إذا نرجع نعيد على السريع، إحنا عم نناقش مناقشة ما عم ناخد أنا دائما الاختلاج تدبيره بدو أنه أول تدبير له شو ديزولام أو ديزولام أيوة جيراننا كان عنده نورس عم شغل الطبل، ما بعرف إذا بتسمعوا عندي الصوت ولا من عند كورات بس ما الصوت مزعج. طيب طبعا الأعراس في تركيا بتبدأ الساعة 7 بتنتهي الساعة 10:30 بس ما في عرس بعد 10:30. ذكرتونا بعرس دكتور خالد الأسبوع الماضي أني مثل اليوم أنا والشباب رفقات دكتور مازل دكتور جاسم رحنا عليه أبي بلبس لو كذا الساعة 9:30 أو خلص الساعة 10:30 أو 10:15 بركنا نص ساعة بالعرس حسبين حالنا نحن في سوريا نروح على العرس الساعة 11 في البداية. طيب قلنا بنرجع نعيد الحكي إنه أول شيء نعمله لنا غيرنا الغرفة هون الغرفة كأنه شو الأول إجراء الـ ABC لا تنسوا الوضعية فتح خط وريدي يا جماعة بالاحتياج ضروري جدا فتح خط وريدي. ليش فتح الخط الوريدي؟ إعطاء الديازبام وإنه 0.15 مللي على الكيلو يمكن نكررها خلال ربع ساعة أو نص ساعة حد أقصى. لا تنسى تسريب وريدي ببطء شديد والانتباه على الرئة تنفس يمكن يصير تصفيه تنفس. ما بنعطى غير وين؟ بالمشفى. بالمشفى ليش؟ عشان تصفيه تنفس. يمكن يصير عندنا شو قلنا؟ تصفيه تنفسي. تصفيه تنفسي تمام تمام تمام. بعد ما خلصنا وقفنا الاختلاج ودائما اثناء الاختلاج بنطلع على التحاليل بنطلع على الحراره اذا في حراره يمكن ما يوقف الاختلاج اذا ما نزلنا الحراره كمان. ها ورجعنا على سؤالنا الهام، نعطي ديكلون عضلي ولا ما بنعطي؟ ما حدا جاوب. لا لا يعطى لا يعطى غير عضلي. بنعطي ولا ما بنعطي للاطفال؟ ما بنعطي دكتور. دكلون تحت السنتين ما بنعطى، فوق السنتين بنعطى 1 ملي جرام على الكيلو. يمكن جرعة قصوى 2 ملي جرام بس نحن عادة نعطيها 1 ملي جرام. تمام بنعطى ولا ما بنعطى؟ بنعطى فوق السنتين. خافت حرارة جيد إضافة للسكامول الوريدي. يعني أنا دائما إذا عندي حرارة عالية أنا بخفض بآليتين مختلفتين بنوعين من يعني ما بعطي سكامول وريدي وتحميل سكامول، بعطي ستامول بروفين. كل واحد بيعمل بآلية تأثير مختلفة عن الآخر إذا بتتذكروا الأدوية والآلية الإمراضية للأدوية. عرفتوا الزملاء؟ واضحة الفكرة؟ لما بعطي دواء أنا بعطي دوائين من فئتين مختلفتين، يعني ما بصير أشارك والله دوائين من نفس الفئة الدوائية. وتذكروا محاضرات الدواء اللي حكينا لكم إياها بالمشفى لما حكينا على أعطاء الأدوية
ما بصير أشارك دوائية من نفس الفئة الدوائية. دائما أعطي دوائية من فئات مختلفة، يعني خفضين حرارة بروفين وستابول، ما بعطي ستابول وستابول وريدي وشارجي وعضلي وكذا، لا، وبعطي نوعين من الخافض الحرارة مثلا بروفين فموي وفولتارين شارجي، ما بنعطوا ليش للبروفين والفولتارين من نفس الفئة نون انفلاماتوري، تمام؟ واضح الفكرة. الدكلون بنعطى فوق السنتين بجرعة واحد ملي جرام، جرعة قصوى 2 ملي جرام على الكيلو، 1 ملي جرام احفظوها. ولد وزنه 25 كيلو بيعطيه 25 ملي جرام سنتي، الأبرة فيها 3 ضلاطي 75 ملي جرام. طيب قلنا خفضنا الحرارة، وقفنا الاختلاج، عملنا ABC الوضعية، ولا تنسى دائما بالاختلاج شو نحافظ على ايش؟ حماية اللسان. شو بنحمي؟ نحمي اللسان، الايرواي. بعد ما نستقصي ونعمل قصة سريرية، شو بنسأل الام؟ مين بيقولنا شو بنسأل الام؟ نرجع نعيد. عفوا؟ شلون بنحمي اللسان؟ في ايرواي بتحطيه بين الاسنين، يعني ما يعطي اسنينه على لسينه، تمام؟ شو انت ايام لا سمح الله بتاكلي بسرعه بتعضي لسانك، وهو بعض لسانه بقوه بنقطع حتى لسانه، شو بنحط له ايروي، عباره عن قريه بلاستيكيه تنحط بين الاسنان لحمايتها. ما لازم تشوفوها بالمشافي انتوا، اي دكتور اي جراحه بتدخلوا فيها قولوا له فرجوني الايروي، لما تدخلوا غرفه العمليات تدخلوا كذا قولوا له فرجوني الايروي، قطع بلاستيك تنحط في الفم بين الاسنان. طيب دكتور، حتى لو كان رضيع ما عنده اسنان؟ على رضيع غالبا ما بيحتاج يروي، بيجي يعض لسانه. طيب بعدين نبدا ايش يا زملاء؟ قلنا الاسئله، اول سؤال مثلا الام، اول مره ولا بختلج قبل الان؟ هاي الكلمه بتميز لي، اذا بختلج قبل الان الام غالبا بتعرف مرض ابنه، مظبوط؟ لكم والله هذا سكر، عنده سكر، اليوم اخذ جرعة انسولين وراح لعب طابي، واضح شو معناتها صار معه؟ طالب من لما كنا شباب نوبه هبوط سكر حكيم، نوبه هبوط تمام، اول ما كنا طلاب اهم درس عندنا اياه ما بغيب عنه بالمدرسه هو درس الرياضه، مظبوط؟ يجيب الولد بنلاحق درس الرياضه بياخذ جرعه الانسولين تبعته ما بيفطر وبرو بيلعب رياضه، شو بصير عنده هبوط ضغط؟ طيب كمان ايش الكون؟ والله الولد عنده ضمور دماغي، اليوم والله رحت على الاستقبال وجيت ونسيت اعطي الدواء، واضح؟ طيب او الولد عنده اسفكسيا او الولد عنده صرع وخلص الدواء والمستوصف جابنا ما جاب دواء، قال بعد يومين ثلاثه اجيب دواء، الدواء غالي وما اشتريته، بصير ولا ما بصير؟ كثير بتصير. طيب غيره؟ طيب طفل عمره 7 شهور، طفل عمره سبع شهور تمام، عمره 7 شهور طلع عنده طفح، عفوا صار عنده حرارة شديدة، هي نزلت واختلاج، نزلت الحرارة وصار عنده طفح، شو التشخيص؟ السؤال فحص تخرج سحايات ابني، حرارة مع اختلاج، نزلت الحرارة صار عنده طفح، رضيع حمر اسمه حكيم حسب وردية الرضيع، مين قال وردية الرضيع؟ نعم دكتور، مين؟ فايدك لا أشوفك وينك، ما بشوف إيد مرفوع، رامة برافو عليك يا رامة، خلاص نجحتي فحص تخرجك، ورضية الرضيع حكينا يا جملاء لما حضرنا حكينا محاضرة نظري نسيتوها، وإنك تنزل الحرارة بيطلع طفح،
هذا السؤال فحص تخرج، بعدها ندخل معك بنقاش عشان نعطيك علامة أعلى، شو المسبب، شو العلاج، شو الفيروس. رضية الرضية لا تنسوها، رضية بس دكتور حكينا بعد 3 أيام 4 أيام مو فورا، يعني هاي حالة حادة. أنا ما بقول لك، قلت لك حددت لك شيء زمن، قلت لك طفل اختلج مع حرارة، نزلت الحرارة طلعت وطفح، ما حددت لك الزمن إيه، ما تقعد يوم يومين. أنت سألتني شيء شو جاوبتك؟ لا ما سألناك، بس دكتور هني يعني فكرنا إنه حالة حادة. لا عم بحكي لكم قصة سريرية ضمن النساق الحديث اللي عم بحكيه، تمام؟ زملاء مين معنى سنة السادسة؟ سنة السادسة أبداً خارج تغطية، بس فعونا يدخل سنة السادسة، فعونا يدخل. منين بينوا معي سنة السادسة؟ برفع الأيدي نشوفهم. إداعش طالب، 14 سنة السادسة، 15 طالب سنة السادسة، فقط 15 زملاء. طب وين باقي الزملاء؟ كم نحن كم زميل دفعة سنة السادسة؟ شيء 98 واحد حكي. طيب يعني أنا عندي كتير هيك تساؤل، له نحن بإدلب صعب نجي على موارئ نحضر ستاج، واللي صعب نجي على الأويدا، طبعا النت كمان صعب، ليش يعني ما بيحضروا؟ هاي الأسئلة بتنسأل بكرة كلها فحص التخرج، وبكرة السؤال المحاضرة لنا الاستاجات والحكي، بقول لي دكتور ما علموني في إدلب وما علموني في حلب وما حضرت. طيب قلنا بعد ما اختلج الولد وقفنا له اختلاجه ABC، أعطينا الأدوية ديازباب، لا تنسوا جراتها مطلوبة منكم 0.15 ملي جرام على الكيلو. بكرة فحص التخرج ما حدا يقول لي دكتور ما طلبتها مني، جرعه السيتامول 10 ل 15 ملي جرام. اخذنا قصه طيب القصه السريريه دائما قلنا اذا في حراره بندور على علامات صحائيه، ما في حراره بندور، في حراره بدون علامات صحائيه بندور على البؤره. اختلاج مع حرارة أول مرة تحت 18 شهر شو بنعمل زملاء؟ بزل قطني، مضادات الاستطباب الأربع للبزل القطني ما حدا ينساهم شو هنن؟ التهاب موضعي، عدم استقرار ديناميكي، انتان مكان البزل، ونقص السفيحات. ولا تنسوا الاستطباب الخامس لقالوا زميلكم هام، هو رفض الأهل. إذا رفضوا الأهل إجراء البزل شو بنعمل؟ نعطي علاج تخبري، من علاج تخبري. شو علاج التهاب السحايا؟ سيفترياكسون فانكو، سيفترياكسون وروسيفون وماس، هو فانكو بيصير سيفترياكسون إكتا. حكيم أشو العلاج ده كان للخديج؟ الحديث الولادي أم بي وكلافو، عم بنسلين وكلاب. عم بنسلين وكلاب. دكتور إذا نعطي علاج تخبري ما في داعي مثلا نعطي مضاد فيروسي مثلا؟ الله، إذا عندي علامات التهاب ديباغ فيروسي، حكينا عليها التهاب ديباغ فيروسي، قلنا حرارة أكثر من 48 ساعة مع واحد أو أكثر مما يلي، اضطرابات بالـ MRA، وذكرتوها هنا التهاب الدماغ، التهاب الدماغ الفيروس غير تعريف، تقيم واي، هذا كله من علامات التهاب الدماغ. تبدلات بالCSF الفيروس بكل اللمفاويات مرتفعة وليست الريترو، البروتين طبيعي أو مرتفع والسكر طبيعي أو منخفض، هذول علامات الفيروس. ما هو دكتور ما رح نعمل البزل؟ إيه طبعا، بس الفيروسي عادة علاجه زوفيراكس، هو اللي أنواع محددة، بس الحماق بيفيد زوفيراكس.
ما بيفيدوا بكل أنواع الفيروسي تمام؟ بلكن بيفيد بس أنا عادة بشكلها بالفيروسي ونضيف. دكتور الاختلاج الحراري ممكن يحدث قبل 6 أشهر من العمر؟ قلنا من 6 أشهر إلى 5 سنوات أو بالخمسة إلى 5 سنوات حكينا. 6 أشهر إلى 5 سنوات قلنا يمكن يبدأ بالخمسة بس ما في اختلاج حراري بالشهرين. حكيم بنعطي الأسكلوفير مثلا مع الصادات سوا ولا بنوقف الصادات؟ هلا نحن واحد بدنا نعطيه بس انا هلا عندي حالتين عالجتهم المشفى صراحه ما توصلت لتشخيص 100% اذا شاكك بفيروس يعني نحن للاسف نحن عاده الجرثومه بتشخص بالزرع والفيروسي بالبي سي ار واضح بس اذا ما عندي امكانيات ولا شاكك بالاثنين يمكن اشارك مشتاقاتنا عم نشارك قلنا الفيروس الجرثومه لازم قبل ما اعطي الصادات اعمل زرع وفي قلنا طريقه احدث هي طريقه اللاتكس بيكشفوا جثث الجراثيم بالسي اس اف يعني او كان عم تعطي صادات بيكشفوا بعد اختبار اللاتكس بقول لك اختبار اللاتكس ايجابي على الاتش فيو معناتها الجرثوم المسبب هو الاتش فيو هو في الانفلونزا واضحه الفكره من اللاتكس والزرع الدكسه بس تعطيه يومين ها وقبل اعطاء الصاد تعرفوا القصص واضح يا زملاء يعني هاي باختصار شديد حاولنا خلال ساعة اللي بموضوع الاختلاج وتدبيره على السريع يعني ما دخلنا بالتفاصيل تمام الآفة الاستقلابية علاجها هو مضاد اختلاج وبنبعد على دكتور عصبي يعطيها فينوباربيتال بنتوئيد ديبراكين حسب الدواء المناسب الصرع كمان كذلك نحن الآفات التانية غالبا علاجها عنا الآفات العصبية بدها مختص عصبية عند الأطفال غالبا عشان يضبط الاختلاج ويمنع حدوث الاختلاط يعني الوضع المتابعة الدورية تمام هذا حكيم عم تقول الدكسة قبل بيومين شلون قبل الصاد يعني قبل جرعة الصاد لمدة يومين ايوه قبل جرعة الصاد وقبل الصاد نعطي يومين ما حكيمنا نبلش مباشر بالعلاج بالصاد يعني مو اهم الصاد من الدكسه الدكسه اهم الدكسه بعد 5 دقائق وبتعطي بعد جمعه يعني شلون دقائق واضحه الفكره دقائق وليست ايام ولا ساعات دكتور بالنسبه للاختلاج الحراري انه ما بصير تحت 6 أشهر يعني الرضيع ما ممكن يختلج تحت 6 أشهر ولا نبحث عن أمور ثانية بالاختلاج؟ لا نادراً تحت 5 شهور اختلاج حروري ما في ما لا يسمى اختلاج حروري تحت 5 سنين تعريفاً من 6 أشهر إلى 5 سنوات تعريفاً هذا يكون صحايا يكون شغل ثاني مو حروري تحت 5 شهور أو 6 شهور يعني طفل عمره 2 شهر اختلج أو كان مع حرارة هذا صحايا مو التهاب دماغ مو التهاب صحايا عفواً مو اختلاج حروري طيب تدبيره بهي الحاله دكتور كمان اول شيء دي زباد بعدين خافضات حراره ولا لا بنبدا بالصادات والدكسه بعدين نعطي حراره بتعطي الصادات وتنزل الحراره طبعا الحراره بدك تنزلها تمام بس تعطي الصادات طبعا نزلت اذا شيء التهاب صحايا هذا عنده سؤال ثاني ممكن سؤال والله حكيم تفضل هلا اذا الاهل جابوا الطفل على المشفى قالوا انه مثلا اختلج بالبيت بس لما وصل المشفى صحي هاي الحاله احنا شو بنعمل الاسعار ايه ما في داعي تعطيه ديازبام بس نايمه بتدرسه طبعا يا زملاء الاختلاج اول مره استطباب قبول مهما كان العمر اول مره بس هذا الطفل شلل دماغي بعرفه بيختلج بعطيه جرعه ديازبام بوقف له الاختلاج وببعته على دكتور عصبيه يعدل له الدواء العصبي ابو الصرع عم يختلج ضبطت له وقفت له اختلاجه وبعد على دكتور العصبيه يعدل له جرعات الادويه ويعدل له الادويه يرمتها واضح بس اول مره اختلج استطباب قبول يتشخص اي سؤال ثاني زملاء حكيم بتدبير الحاله الصرعيه ايه تفضل لا مو لازم نعطي فيتامين بي 1 فيتامين سي ام
من الحالات النادرة البي 6 البيرودوكسين من الحالات اللي بتساوي اختلاج، حالة نادرة. إذا ما وقف الاختلاج معك حتى دكاترة بيضربوا بيكتبوه يعني قد يكون هو السبب الاختلاج، هذا ما بوقف إلا عدد البيرودوكسين بي 6. تمام الله يجزيك خير وياك. وهذا الحالات النادرة لا تنسوا إياه بنعطي الـ ACTH هذول بالصرع، ما دخلنا نحن بتفاصيل الصرع كتير، ما بعد إذا درست كل يد دكتور أحمد يوسف أو مين درس كل فصل أول الصرع بالداخلية لا يمكن تعطي حتى الـ ACTH في حالات ما بقف عليها غير الـ ACTH اختلاجات يعني أي اختلاجات صرعية طبعا. حكيم طبيب الأطفال ما بصير يعدل الجرعة الصرع أو يبدل جو الصرع؟ الحاجة هي أم الاختراع، إذا ما في غيري أنا منطقة محاصرة منطقة كذا يمكن أغير، بس الأفضل هو طبيب العصبية. تمام. هلا نحن ديباكي بنعرف جرعته 10 إلى 20 بالجرام ونزيد على الوزن حتى بالكيلو، وإياه بنضطر نعمل معايرات دوائية في الدم لنشوف نسبة تركيز الدواء، بس الأفضل دكتور عصبي. إذا ما في غيري طبعا أدعوه. دكتور قديش الاختلاج الحروري من 6 أشهر لسنتين ل 6 سنوات؟ من 6 أشهر لخمس سنوات بحفظ في محاضرة السبت لسه. من 6 أشهر لخمس سنوات يا سيدي. من 6 أشهر لخمس سنوات. قلت بابل تقولي لي 6 5 5 5 6 6، المهم هر الفئة العمرية. كتابنا من 6 أشهر لخمس سنين، أبغى قبل 5 أشهر لخمس سنين، 6 أشهر خمس سنين يعني الأرقام القريبة. بس ما تقولي اختلاج حروري بعشر سنين، اختلاج حروري بعمر شهرين ثلاثة. تمام. حدا تاني بوي عنده سؤال قبل ما نختم؟ إن شاء الله يوم السبت بعد محاضرة جراحة الأطفال عن نستاج في الكلية، بركي نشوف إذا جاهز عند التنبيب ناخذ التنبيب. دكتور سؤال بعد إذنك. تفضل. ضربة الشمس بتعمل اختلاجات ولا بس سبات؟ لا يمكن تعمل اختلاج إذا نقص الشوارد. ضربة الشمس تلعب بالشوارد قطع الصوديوم يمكن تسوي اختلاج أحيانا بتغير مياه أو سبات. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. حد عنده آخر سؤال قبل ما نختم؟ يلا ليلة سعيدة إن شاء الله بالدراسة طبعا، الله يوفقكم وتصبحون على خير. يوم السبت الساعة 3 عندنا استاج إن شاء الله بالكلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.